أفكر فيلم أنا أفكر فكرة اقتصادية حلوة جدا. أنا دلوقتي بطبخ الدود وباكله، إيه اللي يخليني أروح أشتريه وبعد الأسعار ما غليت؟ فكرت في فكرة برلمانية من أفكارها الجميلة اللي هتودينا في داهية. قالت أجيب حلتين عندي ملهمش لازمة وأحط فيهم نص فرخة ميتة وأربي فيهم شوية دود كده على كيفك يلظلظوا كده ويبقى حلوين، وبعد كده أغربلهم وأبدأ بقى إيه أطبخهم كده طبخة حلوة وناكل كده ونقزقز كده. اللحمة غليت الأيام دي، بصوا بقى بيعملوا الدود بيسيبوه ما يكبر ويحمر ووش يورد كده، بعد كده بيشقروا عليه عشان ما يحصلوش حاجة. وفي واحد قال وانا ايه اللي يخليني استنى لسه مربي، انا امشي كده هلاقي مكان في دود ويفضل بقى ينقي بالدودة وياخد الدود كتير بسم الله ما شاء الله بلا حسد، وياخد الدود الحلو الجميل ده الاحمر ده ويطهيه، بعد ما بيطهوه بقى ويسووه بيطبخوه كل حاجة بياكلوها. وهنا بقى ايه واحد فكر فكرة تانية، قال ما اجيب شوية سباخ واربي الدودة اخلي الدودة طويلة كده زي التونية كده واكلها بألف هنا وشفا. يلا اتفضلوا معانا.